أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أرحب بكم إلى النشرة الرياضية لهذا اليوم السهل لها كالمعتاد بأبرز العناوين. منتخبنا الوطني يعسكر في دبي قبل لقاء المنتخب الإماراتي وديا ضمن الاستعدادات لنهائيات أمم آسيا. تدشين البطولة التنشيطية الأولى للناشئين لكرة القدم في تعز. والمكلا يواصل مطاردة شعب حضرموت حتى الجولة قبل الأخيرة من بطولة المحبة والسلام لكرة السلة. أهلا بكم. يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره التدريبي في دبي قبل لقاء المنتخب الإماراتي وديا ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات آسيا المقبلة. وكان منتخبنا الوطني قد توجه إلى دبي مساء السبت بعد يوم من أولى مبارياته الودية والتي كانت أمام المنتخب السعودي، وخسر فيها منتخبنا بهدف وحيد. وسيلتقي منتخبنا الوطني غدا الثلاثاء مع نظيره الإماراتي في دبي في ثاني مباريات منتخبنا الودية ضمن الاستعدادات لنهائيات آسيا. ومن المقرر أن يتوجه منتخبنا الوطني بعد لقاء الإمارات إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكر تدريبي فيها خلال الشهر المقبل. وسيقيم منتخبنا الوطني في ديسمبر المقبل ثلاث مباريات ودية مع منتخبات طاجكستان ولبنان وفلسطين. دشن فرع اتحاد كرة القدم بمحافظة تعز البطولة التنشيطية الأولى لكرة القدم لفئة الناشئين تحت سن 17 عاما، ويشارك في البطولة أندية الصقر والرشيد والطليعة والأهلي، حيث تقام بنظام الدوري من لقاء واحد. وحددت اللجنة المنظمة للبطولة ملعب الشهداء في مدينة تعز لإقامة مباريات البطولة. وفي لقاء الافتتاح اكتسح نادي الطليعة نظيره نادي الرشيد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. تأهل نادي طليعة حبان إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاستقلال في شبوة، وجاء تأهل الطليعة بعد فوزه في دوري 16 على نهضة خورة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وحسم الطليعة نتيجة اللقاء منذ وقت مبكر، حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون مقابل. وشهد الشوط الثاني إضافة الهدف الخامس لنادي الطليعة وتسجيل نادي النهضة هدفا شرفيا. ويشارك في بطولة كأس الاستقلال بمحافظة شبوة أندية الدرجة الثالثة بالمحافظة. توج فريق صبر الممدارة بلقب بطولة أوسان للفرق الشعبية لكرة القدم في العاصمة المؤقتة عدن. وجاء تتويج صبر الممدارة باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق القلوع بثلاثة أهداف لهدف. وبعد نهاية المباراة كرمت اللجنة المنظمة للبطولة فريق صبر الممدارة بكأس البطل وفريق القلوع بكأس الوصيف. كما حصل فريق شباب الزيتونة على كأس الفريق المثالي في البطولة التي أقيمت منافساتها على ملعب مدرسة أوسان بمدينة المعلى، وشارك فيها 32 فريقا. وفي العاصمة المؤقتة عدن أيضا انطلقت بطولة كرة القدم المدرسية لمنتخبات المديريات والتي تنظمها إدارة الأنشطة المدرسية في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. المزيد من التفاصيل عن هذه البطولة في التقرير التالي. انطلاق منافسة دوري كرة القدم لمنتخبات المديرية للتعليم الثانوي والتي نظمتها إدارة الأنشطة المدرسية في مكتب التربية والتعليم محافظة عدن وبمشاركة جميع المديريات، والذي يقام برعاية محافظي محافظة عدن أحمد سالمين ودعم دول التحالف ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي. بدأنا في الرياضة من المدارس، وكنا نتمنى أن تكون لكل مدرسة ملاعبها الخاصة وصالة رياضية يستطيع الطلبة أن يطوروا من مهاراتهم وقدراتهم فيها. ونحن عندنا القناعة الكاملة أن نعمل مع مكتب التربية والتعليم في رعاية وتنظيم هذه البطولات، ونتمنى التفاعل من الجميع إن شاء الله. وفي أول مباريات البطولة المدرسية الذي حضره مدير عام المكتب الأستاذ محمد عبد الرقيب عبد الرحمن مدير مكتب الشباب والرياضة ومدرب نعمان جاهر وحسين السقاف مدير إدارة النشاط الرياضي بوزارة التربية والتعليم وخالد هيثم مدير إدارة الأنشطة
محمود عبيد مستشار مدير مكتب الشباب، ومندوب التحالف الأستاذ وضاح، ورئيس قسم النشاط الرياضي سامي الحريبي. قبل انطلاق المنافسة قام ضيوف اللقاء بتسليم رؤساء أقسام الأنشطة في المديريات دعم الهلال الأحمر الإماراتي والمتمثل في أطقم رياضية وكرتين لكل مديرية في إطار دعم شامل لكل الألعاب سيتم تسليمها في قادم الأيام، وهي الخطوة التي غابت لسنوات طويلة. يشكل أهمية للتربية والتعليم لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل المحافظة من أجل البطولات القادمة على مستوى المحافظات، ونعتبر اليوم يوم تفريغ يعني الطاقات للطلاب والمشاركين بشكل عام. وفي الافتتاح ألقيت كلمات توجيهية من قبل مدير مكتب التربية والشباب وممثل التحالف، تضمنت أهمية هذه المنافسة التي يتم فيها بناء الشخصية لتكون في خدمة المجتمعات من مساحة بناء القدرات وتطوير محتواها لتخدم المجتمع. مدام نحن واقفين هذا يعني نشاط اللعب التطور من قالب نحن موقفين على سبب الأزمات ووضع البلاد، فإن شاء الله يكون دوري ممتاز ونطوره. وفي مباراة الافتتاح تغلب منتخب مديرية البريقة على منتخب مديرية الشيخ عثمان النتيجة 3-1، سجل أهداف منتخب البريقة قائد نجيب محمد محسن محمد محسن وهاني عارف قاسم، وسجل للشيخ عثمان نذير محمود أحمد الهدف الوحيد. تنطلق في محافظة الضالع غدا الثلاثاء منافسات دوري الشهيد محسن طبازة، والتي تقام على أرضية ملعب نادي الصمود الرياضي، ويشارك في هذه البطولة 7 أندية تم توزيعهم على مجموعتين بحيث يتأهل إلى النصف النهائي أول وثاني كل مجموعة. وحددت اللجنة المنظمة للبطولة موعد المباراة النهائية في 7 ديسمبر المقبل. وفي افتتاح البطولة يلتقي غدا الثلاثاء نادي حالمين بنظيره نادي المدسم. واصل نادي المكلا مطاردة جاره نادي شعب حضرموت في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من بطولة المحبة والسلام لكرة السلة التي تقام على صالة الشهيد علي عبيد با معبد بمدينة سيئون. وحقق المكلا والشعب فوزهما الرابع على التوالي، إلا أن شعب حضرموت يتصدر الترتيب حتى الجولة الرابعة بصافي النقاط في المباريات. وفي لقاءات الجولة الرابعة من البطولة اكتسح شعب حضرموت نظيره نادي الشبان ب 69 نقطة مقابل 38 نقطة ليحافظ الشعب على صدارة الترتيب، فيما بقي شبان متذيلا الترتيب بالمركز الثالث. وفي مباراة شهدت الكثير من الإثارة والحماس تغلب نادي المكلا على نادي تلال ب 69 نقطة مقابل 62 نقطة ليحتل المكلا المركز الثاني والتلال المركز الرابع، كما تمكن نادي شمسان من الفوز على نادي هلال السويري ب 50 نقطة مقابل 36 نقطة ليصعد شمسان إلى المركز الثالث، فيما احتل الهلال المركز الخامس. وقعت وزارة الشباب والرياضة مع مكتب صالح ناصر مثنى للمقاولات على اتفاقية تنفيذ أعمال مشروع إعادة تأهيل ملعب الشهيد معاوية بمحافظة لحج. تبلغ تكلفة مشروع ملعب كرة القدم الذي يقع في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج تبلغ تكلفته أكثر من نصف مليار ريال يمني، وتشمل أعمال المشروع تعشيب الملعب بالعشب الصناعي المعتمد من قبل الفيفا وتركيب مقاعد ومنصة كبار الضيوف وأعمال الإنارة، إضافة إلى التمديدات الكهربائية وتوفير مولد كهربائي وتجهيز وتأثيث مكتب الشباب والرياضة الموجود ضمن مبنى الملعب، وكذلك تجهيز الملعب بإذاعة داخلية وأجهزة صوتيات بمواصفات حديثة خلال عام يبدأ من تاريخ التوقيع على العقد. وتشرف وزارة الشباب والرياضة منذ افتتاح ديوانها العام بالعاصمة المؤقتة عدن أواخر العام 2015 تشرف على تنفيذ عدد من المشاريع، منها إنشاء وإعادة تأهيل الملاعب والصالات الرياضية في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة والضالع ومأرب، وبتمويل ذاتي من صندوق رعاية النشأ والشباب في عدن وتمويل حكومي من وزارة المالية. مشاهدينا، إليكم الآن أبرز نتائج مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية والمباريات القادمة.
الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.